السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. اليوم الشباب معايا جهازين من شركة شاومي، وهو جهاز الريدمي 10C كذلك الريدمي 10A، أجهزة من الفئة الاقتصادية، سعر واحد منهم أقل من 500 ريال. فخلينا نشوف في هذا الفيديو أهم المواصفات لهذه الجهازين، وخلينا نبدأ الفيديو مع بعض. خلينا نبدأ معاكم بجهاز ريدمي 10C، وهو الجهاز الأعلى من الآخر اللي هو 10A، ويأتي بعدة ألوان مختلفة. اليوم معايا هذا اللون الأزرق. فيأتي الجهاز بوزن 190 جرام، ويأتي من الجانب الأيمن زر التحكم برفع وخفض الصوت بالإضافة إلى زر التشغيل والإيقاف. أما من الجانب الأيسر فيأتي منفذ الشريحتين بالإضافة إلى بطاقة ذاكرة خارجية، ويدعم حتى 1 تيرابايت. ومن الأسفل منفذ الشاحن تايب سي، ومن الأعلى منفذ السماعات 3.5. ومن الخلف عندنا مستشعر بصمة الأصبع سريعة الاستجابة. طبعا الجهاز يأتي بشاشة بمقاس 6.71 بوصة IPS LCD، عليها طبقة حماية كورنينج غوريلا جلاس 3، وتأتي بدقة 1650x720 بكسل HD+. وبمنتصف الشاشة بالأعلى توجد كاميرا سيلفي، الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، ومن الخلف عندنا كاميرا ثنائية الأساسية 50 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8، والثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4. الجهاز يتميز ببطارية بحجم 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع 18 واط، ويأتي معه شاحن بداخل العلبة 10 واط عن طريق تايب سي. كذلك الجهاز مزود بمعالج من كوالكوم وهو السناب دراجون 680 بمعمارية 6 نانو، ومزود بذاكرة عشوائية 4 جيجا رام ومساحتي تخزين إما 64 أو 128 جيجا بايت، وكلاهم 4 جيجا رام. الجهاز يعمل بنظام أندرويد 11 ويدعم خدمات جوجل بالكامل وبواجهة شاومي الـ MIUI 13. الجهاز كذلك يدعم البلوتوث 5.0، وتبدأ الأسعار فيه من 599 ريال سعودي. أما بالنسبة لجهاز الريدمي 10A فيأتي بوزن 194 جرام، ويأتي من الجانب الأيمن زر التحكم برفعه وخفض الصوت بالإضافة إلى زر التشغيل والإيقاف، ويأتي من الجانب الأيسر درج الشريحتين 4G بالإضافة إلى إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية حتى 1 تيرابايت. ومن الأعلى عندنا منفذ السماعات 3.5، ومن الأسفل منفذ الشحن مايكرو USB. الجهاز يأتي بشاشة بمقاس 6.53 بوصة HD+ بدقة 1600x720 بكسل، وتتوسط الشاشة بالأعلى كاميرا سيلفي وتأتي 5 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، ومن الخلف كاميرا ثنائية 13 ميجا بكسل الأساسية فتحة عدسة 2.2، كذلك العدسة الأخرى 2 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4. الجهاز مزود بمعالج من ميديا تك وهو الهيليو G25، ومزود بذاكرة عشوائية 2 جيجا رام بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية 32 جيجا بايت. أما النسخة الأخرى فتتوفر ب 3 جيجا رام مع 64 مساحة تخزين، والأخرى 4 جيجا رام مع مساحة تخزين 128 جيجا بايت. الجهاز يعمل بنظام أندرويد 11 ويدعم خدمات جوجل بالكامل وبواجهة شاومي MIUI 12.5، ويدعم البلوتوث 5.0. كذلك مزود ببطارية بحجم 5000 ملي أمبير تدعم الشحن 10 واط مع الشاحن المرفق معاه بالعلبة. أما بالنسبة لمستشعر بصمة الأصبع فهو أيضا يتواجد بالخلف مع منظومة الكاميرات بالأسفل، وهي سريعة الاستجابة. وتبدأ الأسعار بالنسبة لجهاز ريدمي 10A من 459 ريال سعودي. وبس تقريبا يا أخوان، هذه كانت نظرة سريعة على جهازين شركة شاومي من فئة الريدمي من الفئة الاقتصادية. الأجهزة متوفرة في مكتب الجرير لو أنت مهتم باقتناء أحد هذه الجهازين. بكذا أكون وصلت معكم إلى نهاية الفيديو، يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة. في أمان الله.